السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى باش الجميع يكون بألف خير إن شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نتحدثوا على لي فريتوز سون ويل، يعني المقلة بلا زيت. كما كتشوفوا معايا غادي نوريكم دو مارك هما اللي لقيت حدايا اللي غادي نقدر نشرحهم لكم. كاينه توريس وكاينه ايواكوك. كما كتشوف معايا المقلة ديال توريس هي هذه، فيها هاد الشبكة اللي كتشوفوا معايا هكذا. يمكن لك ديري فيها اللي بغيتي، لي فريت، الدجاج، اي حاجه بغيتي تقليها فكديريها فيها. هي كتهز 3.5 لتر هاد المقله ديال الزيت، وعندها افيشور. بالنسبه للمارك توريس عندها ان افيشور هو اللي به كتحكمي باش كتختاري البروغرام اللي غادي طيبي به، وكديري لا تومبيراتور ولا مينيتري. وبالنسبه للثانيه اللي كتشوفوا معايا هذه تبع لامارك ايواكوك، ما فيهاش لا فيشور، هذه مانويل. كيمكن لك ديري لا مينيتري راسك بيديك، والحراره حتى هي بيديك. بالنسبه للشبكه ديالها فهي كتهز 4.2 لتر. بالنسبه للي واط ديال هذه 1500 الواط، والثانيه ديال توريس الاولى فيها 1300 الواط. يمكن لك تقلي فيها اي حاجه بلا زيت، كي كنقولوا بلا زيت. كاينه المقله ديال معلقه الزيت هذيك ديال طيفال بوحدها، اما هادو كيخدموا بحال الفور وهما مقلات. كيسميوهم فريتوز افيك لير شو، يعني مقله كتخدم بالهواء. هاد هما لي دو موديل اللي قدرت نلقى باش نقرب لهم ليكم وتقدروا تعرفوهم. بالنسبه للناس اللي عندهم الريجيم اولا ما كيبغيوش ياخذوا الحاجه اللي مقليه فيها الزيت، فيمكن لكم تستعملوا هاد المقلات هادو. الشكل ديالهم هو هذا، ما كياخذوش بصراحه البلاصه بزاف. وباش زوينين انك تعطيها الوقت وكتخليها طيب وتمشي تخدمي شغالك، يعني ما كتبقايش معاها. بالنسبه لشنو عندها، كما كتشوفوا معايا عندها واحد لاغري الفوق هي اللي كتخدم بها. هاد لاغري هي اللي كتطلق لا شالور، كتطلق لا شالور على داك الشبكه اللي كتكون عندك، وهي اللي كتحمر لينا داك الشيء اللي كيكون كيطيب. بغيت نوريكم لو سيركوي كيفاش خدامين، راه بحال بحال عندهم لو ميم سيركوي. الاختلاف هو ديال لامارك، اما نفس الخدمه ونفس كل شيء، مي الثمن مختلف ما بين الجوج. توريس 1300 وايواكوك دايره 900 درهم. خليت لكم هاد لافوتو هادي باش يبانوا لكم بالضبط لي زوبسيون ديال كل وحده، وتقدروا تعرفوا كل وحده وشنو فيها. كما كتشوفوا معايا الايواكوك فيها 4.2 لتر 1500 الواط، ولا مارك توريس فيها 3.5 لتر و 1300 الواط. بالنسبه لشنو تقدري طيبي فيها، راه اي حاجه تقدري تبغي تقليها يمكن لك ديريها فيها. كنتمنى باش الفيديو اليوم يكون عجبكم ان شاء الله. كنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، واللي مازال ما اشتركش معايا كنتمنى يشترك معايا، وشكرا.